لولا وقت الحلقه والله كنت ممكن كمان افرض مساحات كبيره جدا واتكلم في تفاصيل كتيره جدا. على فكره كمان السفاره المصريه بصراحه يعني ما سابوش بعثه الاهلي من اول الوصول لغايه اللحظه اللي بتكلم معاكم فيها، حتى لما غادرت البعثه من مدينه جده للسفر الى الامارات. يعني القنصل، السفير، كل اعضاء السفاره بنوجه لهم بالتاكيد التحيه على هذا التمثيل المشرف للسفاره المصريه ورجال السفاره المصريه في المملكه العربيه السعوديه. طب تعالوا بقى كمان لجزء كبير جدا من الاحتفالات مع إمام عاشور ومحمود كهربا. وعندي النهارده صورة وفيديو، صورة لإمام عاشور وفيديو لمحمود كهربا. إمام عاشور على حسابه على الانستجرام كتب إيه؟ وشايفين في الصورة معاه 3 تيشيرتات اللي اتلعب بيهم في كأس العالم للأندية، تيشيرت الرمادي، تيشيرت الأسود، والتيشيرت الأحمر، ومعاه حاجتين، الميدالية البرونزية وجايزة مان أوف ذا ماتش في مباراة الدور الثالث والرابع، تحديد الميدالية البرونزية أمام أراوا ريدز الياباني. إمام عاشور خد رجل المباراة فبيحتفل وكتب إيه؟ الحمد لله الأهلي ثالث عظماء العالم، أول مشاركة ليا في كأس العالم للأندية، أول هدف في البطولة، وأول جايزة رجل المباراة، وأول ميدالية عالمية في مسيرتي كلها، رغم إن طموحنا كان أعلى من كده في البطولة لكن التوفيق ما كانش معانا في بعض الأحيان. فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعبين أبطال إفريقيا. شكرا مجلس إدارة الأهلي، مبروك لكل جماهيرنا العظيمة، ولسه في تحديات كبيرة طول الموسم هنحققها بدعم جماهيرنا العظيمة. صورة الميدالية، نسر الأهلي، وخالص التمنيات بتحقيق كافة البطولات والإنجازات مع النادي الاهلي. دي اول لقطه لامام عاشور في اول كام شهر بس انضم للنادي الاهلي. عايز اروح لكهربا لان هربط الاثنين بمثل كده ظريف ودمه خفيف. مثل ظريف ودمه خفيف. اولا صوره امام طبعا شايفينه وهو قاعد بيحتفل كده على السرير، الراجل بيضحك مبتسم، لا ندمان ولا زعلان، ولا البعض يقول لك بص مش جاي له نوم، بص نايم ازاي، مش جاي له نوم. الفرحه برده مش باينه على وشه يعني، لا الراجل بيكتب تاريخ مع النادي الاهلي في اول كام شهر. تعالوا نروح لكهربا اللي في 4 سنين من اول ما انضم للاهلي في 2019. بص خد مع الاهلي دوري ابطال افريقيا كم مره، خد البرونزيه كم مره، اتوقف كم مره، وبعد ما اتوقف لعب وكسب مع الاهلي كم مره. كهربا وهو بيحتفل مع كولر، وكهربا مع نسخه السويسري مارسيل كولر بيقدم مستويات اللي نعرفها عن كهربا قبل 2019. كهربا ماشي بشكل كويس جدا. كذا حلقه قبل كده اتكلمت على نقاط فنيه ان كهربا كناحيه هجوميه بيقدم مستوى مهم جدا، بيعوض جانب ممكن الاهلي بيشتغل عليه الفتره الجايه عشان يتعاقد مع راس حربه. مهاجم من طراز فريد يقدم مستويات قويه مع النادي الاهلي. كهربا وكولر في فيديو، تعالوا نشوف الفرحه والاحتفاليه. وعندي تعليق مهم جدا على كهربا وامام عاشور لانه جانب مهم جدا تاريخي في النادي الاهلي. يعني المدرب الفرفوش رزق، والله انت يا كهربا اللي رزق كبير جدا للنادي الاهلي. مثال صغير جدا، لاعب الكرة عامل زي الطالب، بيعمل ايه طول حياته او طول دراسته؟ بيقعد يذاكر 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 عشان في الاخر يخش كليه الطب او كليه الهندسه، كليات القمه. اتعلمنا وشفنا كده ان الطالب اللي بيقعد يذاكر بيذاكر عشان يخش كليه الطب او كليه الهندسه. لعيب الكره كده بالظبط، يفضل يلعب في قطاعات الناشئين ويلعب في بعض الانديه ويحاول ويروح هنا ويجي هنا عشان في الاخر يتوج مسيرته بايه؟ انه يلعب في النادي الاهلي. بس كده مثال بسيط. شوفوا نادر السيد لما انضم للاهلي لعب ايه وخد ايه، محمد صديق، طارق السعيد، وامثله كتيره جدا. مش عايز ارجع للتسعينات لان في ناس نسيت التاريخ، لكن شوفوا دلوقتي حتى كهربا وامام عاشور ولسه اللي جاي. تقعد تذاكر وتقعد تشتغل وتتدرب عشان في الاخر تتوج كل المجهود ده مع نادي يعمل لك تاريخ هو النادي الاهلي. ده اللي عمله كهربا، وده اللي عمله امام، وده اللي عمله ما سبقوهم يعني، وده اللي ممكن يعمله اي حد عايز يعمل تاريخ في نادي كبير عنده مبادئ وعنده قيم وعنده اخلاق وعنده جمهور عظيم يقف في ظهرك ويسندك لغايه لما تحقق تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي.